السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكل مشاهديني في كل مكان ولقاء جديد. معكم مهندس طه أبو النور من قناة مواهب وإبداع. إن شاء الله النهاردة هندرس مع بعض أو هنتعلم برنامج الأوتوكاد. أوتوكاد أي إصدار 2015 16 17 18 19 وليكن، هو كله أوتوكاد، لكن طبعا بتختلف فيه التحديثات اللي نزلت على كل إصدار، لكن هي الأوامر واحدة والاستخدام واحد والتطبيقات واحدة. فاحنا إن شاء الله هنتعلم النهاردة الأوتوكاد في حلقة واحدة. ومش معنى إن أنا هقول الأوتوكاد في حلقة واحدة يعني إن أنا هلم كل الأوامر أو كل ما يخص الأوتوكاد من النواحي الفنية والأوامر وكل ما يخص الأوتوكاد، لكن أنا هقول هاخد الأوتوكاد في هندرس الأوتوكاد أو هناخد الأوتوكاد في محاضرة واحدة، يعني هاخد الأوامر الشائعة والأكثر استخداما للمهندسين الميكانيكا على وجه الخصوص ومهندسين الفاير فايتنج على وجه الأخص بما يخصهم في برنامج الأوتوكاد، وهنتعلم الابليكيشنز على البرنامج الأوتوكاد وهنطبق إن شاء الله على مشروع معين. فإن شاء الله ربنا يسهل الحال إن احنا نقدر نلم كل جزء الخاص بالفاير فايتنج في برنامج الأوتوكاد. طبعا دي واجهة برنامج الأوتوكاد عندي لسه ما فتحتش. ده كده انا نفسي شغال اوتوكاد 2015، اوتوكاد 2015 زي ما احنا شايفين اهو. طبعا هنا يعني كلام بدائي جدا بس هنقوله برضو، يعني دي ريسنت فايلز او ريسنت دوكيمنتس اللي انا فتحتها، دي اخر 4 أو 5 مشاريع انا فتحتهم على الاوتوكاد. وطبعا هنا بيقول لي اوبن فايلز، يعني تفتح ملف من بره من مكان معين، او هتعمل ستارت دروينج. فانا هعمل ستارت دروينج، يعني هبدأ مشروع جديد. طبعا مشروع جديد زيها زي من هنا كأني كنت فاتح مشروع قديم طبعا شغال عليه، وهعمل ايه نيو تاب، هي نفس الفكرة. تمام، فانا كده قدرت اوصل لشكل او واجهة الرئيسية لبرنامج الاوتوكاد. برنامج الاوتوكاد يعني عشان اكون لم الاوتوكاد ومفيش حاجة تضيع مني، لازم أعرف إيه؟ لازم أعرف واجهة البرنامج، القوائم الرئيسية للبرنامج، أهم القوائم الفرعية اللي أنا بقدر أعدل منها السيتنج بتاعت البرنامج عشان مفيش حاجة تبوظ مني أو الرسمة تكون فيها حاجة مختلفة عن اللي أنا عايزها. طيب وبعد كده بعد ما عرفت الأوامر الفرعية والقوائم الرئيسية وواجهة البرنامج، لازم أعرف الاختصارات الهامة اللي انا بستخدمها في الرسم. ما انا مش كل رسمة او كل امر هعمله هختار القايمة بتاعته سواء كان امر فرعي او امر رئيسي واقعد اكتبه واعمل ارسمه، لا طبعا. يعني مهارتك في الاوتوكاد بتبان ان انت تكون حافظ الشورت كات بتاعت الاوامر اللي هي اختصارات الاوامر، وان شاء الله هنعرفها مع بعض. وبعد كده ان شاء الله هنعرف يعني ايه لايرز وهنعمل الطبقات عليها ونشتغل عليها. وان شاء الله في اخر الشرح بتاع المحاضرة دي هندي كام امر كده، يعني هي من الحاجات اللي تعتبر تريكس في الاوتوكاد او حاجات احترافية بسيطة، بس كلها ان شاء الله حاجات بسيطة. والمحاضرة دي باذن الله هتلم كل اللي انت عايزه، يعني سواء انت كنت ما تعرفش اوتوكاد قبل كده خالص او عارف اوتوكاد وعندك خلفية بسيطة او محترف، ان شاء الله لازم هتضيف لك حاجة المحاضرة دي. فتابعوني. برنامج الاوتوكاد الواجهة الرئيسية ليه زي ما احنا شايفينها كده فيها عبارة عن قوائم رئيسية. طبعا انا مش عارف هي ايه دي، فانا هضطر اشوفها. طبعا هي هنا بقول لك اول حاجة الهوم، الهوم دي اللي فيها كل الاوامر اللي انت بتستخدمها، فانت غالبا بتخلي الديفولت بتاعك على البرنامج ان انت مخليه على الهوم. تمام، عندي حاجة اسمها انسرت، انسرت دي اللي هي ادراج بالعربي، تستعيد بلوك، تستعيد ملف جديد، تستعيد صورة، تستعيد كتابة تكست، تستعيد فونت، الحاجات دي كلها تستعيرها يعني. فده قائمة insert. طبعا قائمة annuate اللي هي بتعمل تشيك على الستاندرد اللي عندك سواء اليونت او سواء الكتابة او المقاسات من خلال dimension. طيب عندنا قائمة view، قائمة فيو طبعا بتتحكم في أبعاد الشاشة وأبعاد الحاجات اللي تظهر في الشاشة في محيط الشاشة الخارجي اللي هو ده. تمام، من حيث المحاور ومن حيث الفيو كيوب ومن حيث الأورينتيشن والنافيجيشن بار، الحاجات دي كلها طبعا بتيجي من قائمة فيو. عندنا قائمة مانج يعني ما بنستخدمهاش كتير،
عندنا الاوتبوت، يعني مفيش برضو الحاجات دي كلها يعني خاصة بالأوامر الطباعة وهكذا. طبعا كل ده عادي. فأهم حاجة في القوائم دي قائمة هوم دي اللي أنا بعمل عليها كل حاجة، والباقي كله عندي بيكون بالشورت كاتس. حتى قائمة هوم نفسها أنا بستخدمها بالشورت كات، بس طبعا للمعرفة. يعني أنا لو واحد مبتدئ خالص معرفش أي اختصارات في البرنامج، عايز أرسم خط أدي قدامي لاين أهو، طيب عايز أرسم دايرة عندي الدايرة من هنا من سيركل، عندي الأرك، عندي الريكتانجل، عندي الأوامر الفرعية اللي هي موف وكوبي ودايمنشن اللي هي اللينير والأنجلر، تمام. فهوم دي بتختصر فيها كل الاستخدامات اللي انا بعملها. بس الاضافة والاحترافية ان انا استخدم من قائمة هوم باختصارات، طبعا دي بتوفر لي وقت وجهد، ودي اهم حاجة طبعا عشان تكون محترف في برنامج الاوتوكاد. طيب اول حاجة هنتعلمها قائمة اوبشن. قائمة اوبشن بتيجي منين؟ قائمة اوبشن، اوبشن اضغط رايت كليك، اوبشن اخر اختيار، تمام. عندي في الديسبلاي سيتنج بتاعت البرنامج الاوتوكاد هو بيقول لي هنا الكالر سكيم، يعني الكالر سكيم يعني انت عايز الجزء اللي فوق ده من هنا كده هو كده معمول باللون الاسود او دارك مظلم، عايزه يبقى فاتح لايت ولا عايزه دارك؟ طبعا لو عايزه دارك هعمله، لو عايزه لايت هخليه لايت. زي ايه؟ زي كده. تعال نشوف، نعمل ابلاي ونشوف هيغيره ولا مش هيغيره. زي ما احنا شايفين اهو، غير الدارك سكيم خلاها لايت ايه سكيم. طيب انا عايز اخليها دارك تاني، اخليها دارك واعمل ايه ابلاي، فمش مشكلة اخليها دلوقتي ايه لايت. ايه تاني المهم عندي هنا في الـ في الـ في الواجهة بتاعت الديسبلاي سيتنج؟ عندي هنا حجم الماوس، يعني احنا لو عملنا هنا ابلاي اوكي تمام، حجم المؤشر نفسه اللي انا ماسكه ده اللي هو علامة الزائد اللي هي الماوس بيتحرك بيها وبيحدد بيها، هي الماوس بتاعي ده حجمه عايز اغيره او عايز العب في السيتنج بتاعته. طبعا دي حاجات بسيطة خالص، يعني اهو من هنا كده لو جيت عملت كده 50% مثلا، عملت ابلاي اوكي، طبعا شفنا حجم الماوس عندي يعني كبر بقى 50%. طبعا عايز اخليه ملء الشاشة اخليه 100%، من هنا برضو كده اخليه 100% تمام اهو ابلاي اوكي تمام. طبعا دي حاجات بتبقى على حسب الاعتياد وكل واحد رسمها، ويعني كل واحد خد على انه يرسم بالشكل ده، وطبعا دي حاجات مريحة نفسيا. انا عن نفسي يعني برتاح في ان هو بيكون مثلا حوالي 20% بيكون شكله الطف واظرف، يعني فكده كويس ابلاي تمام. هو كده بقى يبقى حجمه معقول يعني، ودي حاجة بترجع لاختيارك انت. طبعا مش عايزين ناخد وقت كتير في القوائم الفرعية اللي ملهاش، يعني مش عايز اقول ملهاش لازمة، بس دي حاجات انت ممكن تستخدمها وترتاح عليها فتشتغل عليها على طول. طيب هناخد ايه تاني؟ الاوبن اند سيف، يعني انت عايز الاوبن اند سيف الفايل اوبن. عندنا هنا الفايل اوبن يعني انت عايز عدد الرسومات اللي تكون في الريسنتلي دوكمنت اوبند، عايزها كام واحد؟ 9، انت ممكن تخليهم 5، ممكن تخليهم 10 تمام، اللي هي دي ودي تمام. عندنا هنا في قائمة البلوت اند بابليش المكان اللي بتحفظ فيه الأوامر، المكان اللي بتحفظ فيه الملفات تلقائيا، بتحفظ فين؟ بتحفظ عندك في دوكمنتس على السي بارتيشن اللي انت طبعا مسطب عليه البرنامج. طبعا حاجات بسيطة مش هنركز فيها ولا هتاخد معانا وقت كتير على الفاضي تمام. طبعا هنا بيقول لك اليوزر ريفرنسز، تمام اليوزر ايه ريفرنسز. عندنا هنا والديفولت سيتنج وين يونتس ار سيت تو يونتس سورس كونتنت يونتس، عايزها بالانش ولا بالمتر ولا بالفيت؟ هي هنا مكتوب بالانش، فانا ممكن اخليها بالمتر تمام. والتارجت دروينج يونتس خليها برضو بالايه بالمتر، يبقى انا كده عندي اليونتس عندي بالمتر تمام. عندي هنا الدرافتنج ده اللي هو المربع اللي بيكون داخل علامة الزائد اللي عندي، هكبرها ولا صغرها يعني كل ما انا شايف كده فهي معقولة كده برضو
يعني هي كده ما بنلعبش في الاعدادات دي. طب دي بيقول لك بتكبر هنا نفسها، يعني دي كده ولا دي كده؟ تعالى نعمل ابلاي ونشوف. لو جينا لنافذة سيليكشن بيقول لي البيك بوكس سايز، يعني المربع او المستطيل اللي لما انت بتعمل سيليكت على حاجة بيظهر المربع ده عايز حجمه يبقى قد ايه، حجمه كده ولا حجمه كده ولا حجمه كده. فهو المتوسط برضو انه يكون حجمه كده عشان تشوف وتعرف تفرق ما بين المظلل اي اللي انت عامل له سيلكت او من اللي انت مش عامل له سيلكت ايه من الاساس. طيب العلامة الجريب سايز، يعني لما تعمل سيلكت على حاجة عايزها تكون بالمربع ده ولا اكبر، هي كده كبيرة اوفر، فهي كده يعني ايه معقولة زي ما كانت. تمام، يبقى احنا كده عرفنا قايمة ايه اوبشن. تاني حاجة هعرفها مهمة جدا وبحاول اظبط بيها الرسمة، ان كل ده بيظبط اعدادات الرسم اللي انا هرسم عليه، اللي هي دايمنشن ستايل. دايمنشن ستايل اجيبها منين؟ اعمل دي حرف الدي كده مسطر، هيقول لي ايرور. ليه ايرور؟ لان انا عندي انا الاوتوكاد ما بيفهمش غير لغة الانجليزي، فانا طبعا هغير اللغة يبقى ايه انجليش، واجي اعمل هنا طبعا اعمل ايه دي مسطرة. فتح هنا ايه دايمنشن ستايل مانجر. تمام، انا هنا من دايمنشن ستايل دي يعني ايه اللي بيهمني فيها؟ دي ببتدي اغير منها الخصائص بتاعت الابعاد اللي عندي على الرسم والسكيل. طب تعالى نشوف كده، نعمل موديفاي. موديفاي يعني تعديل. اول حاجة هفتح اللي ايه السيمبلز اند اروز، يعني الاتجاهات او الاسهم والرموز، الاسهم وايه والرموز. التكست هايت، التكست هايت يعني ارتفاع النص بيكون قد ايه، 1.5 هو ده كده معقول، لو لقيتها عندك اقل من كده خليها 1.5. تمام، عندنا في التكست هنروح برضو لايه للتكست هايت، هو هنا مكتوب 1 بس ده التكست هايت سكيل مش التكست هايت العادي. التكست هايت هنا كام؟ 2.5، ده بالنسبة لايه للنص المكتوب هنا، ده للنص المكتوب هنا. عندنا طبعا اهم حاجة ان انا لما عشان اعرف ان انا عشان اعرف الرسمة السكيل فاكتور بتاعها قد ايه، واعرف اعمل سكيل يعني مثلا 1 لـ50، 1 لـ100، 100 لـ1، 1 لـ200. الحاجات دي طبعا هعرفها وانا اثناء ما انا شغال على الرسم، فطبعا هعرفها من ايه من برايمري يونتس، واعرف من هنا السكيل فاكتور بتاع الرسم كام، ممكن يبقى 1 من 10، 1 من 100، 1 وهكذا. بعد ما خلصت قائمة اوبشن ودايمنشن ستايل، في حاجة اسمها سناب سيتنج. سناب دي هعملها عشان تظبط لي الخطوط والنودز والتقاطعات والسنترز بتاعت الاشكال اللي انا هبتدي ارسم عليها. فدي طبعا هنجيبها منين؟ هنجيبها من هنا كده، من السهم اللي تحت اللي جنب الجريد، من هنا كده هنجيب سناب سيتنج ونختار اوبجكت سناب. اوبجكت سناب اهي 3 نافذة، هنعمل سيلكت عليهم كلهم، الاند بوينت، الميد بوينت، السنتر، النود، تانجنت، النيرست. تمام، الحاجات دي كلها هعمل عليها سيلكت، واللي هحتاج الغيه وانا شغال هدخل من نفس القائمه وهعمل له ايه ودي دي سيلكت، وهعمل له دي سيلكت. تمام، طبعا عندنا هنا الشبكه دي اللي جنب كلمه موديل، دي الشبكه بيقول لي عايزها ازاي. فانا لو دوست هنا كده هشوف هنا كده الشاشه اسود، يعني ما فيهاش اللي هو الخطوط الرأسية والأفقية اللي هي الشبكة دي نفسها، فيفضل ان انت ترسم بالشبكة دي. ولما بنرسم بتقابلنا مشكلة مثلا في الزوم زي كده، ان انا طبعا بلاقي مشكلة الايه المحاور اللي هي عندي الاكس والواي دي، طب انا عايز احركها هروح دايس عليها كده شمال، كليك شمال واروح محركها، طبعا احطها مكانها هنا، هاجي ازوم تاني هتروح طالعه. طيب المشكله دي خانقاني وانا عايز اشوف الرسمه بس قدامي، اعمل ايه؟ هاجي من قائمه فيو من فوق هنا اهو فيو. تمام، اول حاجه دي اللي هي يو سي اس ايكون، هروح اعمل لها ايه دي سيلكت، هلاقيها اختفت.
تمام، فكده هبتدي اتحرك براحتي في الرسمه وكده يبقى الدنيا ايه تمام معايا. هنا بقول لي الفيو كيوب، يعني عايز تظهر الكيوب الاتجاهات ولا مش عايز تظهره. انا لو عملت كده دي سيلكت هيختفي، لو عملت كده هيظهر. طبعا دي بتبان اكتر في 3D، يعني حاجه بسيطه، وطالما هو بزاويه الشاشه مش هممني في حاجه ومش ايه مش عامل لي ازعاج، فانا هخليه. النافيجيشن بار دي حاجه بتظهر تحت الفيو كيوب، يعني لو جينا ضغطنا عليه كده هيظهر هنا برضو، بحرك منه الشكل، فانا طبعا مش محتاجه، وممكن كمان ما اكونش محتاج الفيو كيوب، ما فيش اي مشاكل خالص. تمام، دي اللي بيهمنا في قائمه ايه فيو. بالنسبه للاوتوكاد، طبعا الاساس عندي في الاوتوكاد حاجتين، يا اما رسمه هبتديها من البدايه يبقى هعمل دروينج درو، يا اما هعمل موديفاي تعديل على الرسم يبقى يا اما درو يا اما موديفاي. الحاجه الثالثه ايه اللي هي مساعده ليهم، اللي هي بعمل تشيك او تيست، اللي هي من الاخر اللي هي الانيميشن او الدايمنشن. طيب فانا عندي قائمه درو من هنا اهي، فيها ايه؟ فيها درو لاين، درو بولي لاين، سيركل، ارك، الكلام ده. عندي قائمه موديفاي اللي فيها كوبي، موف، ميرور، اوفسيت، روتيت، وهكذا التعديل. انيميشن اللي فيها ايه؟ دايمنشن، تكست، الكلام ده كله. ف درو، موديفاي، دايمنشن، التلاتة دول أهم تلات حاجات في الأوتوكاد. طيب هنبتدي نقول الشورت كات اللي عندنا بتاعة البرنامج، اللي هي معظم الاختصارات اللي هنستخدمها في الأوتوكاد، خصوصا ميكانيكا اللي هي ام بي أو الفاير فايتنج على وجه الخصوص. لو هنبتدي نرسم مثلا أي شكل من خلال الشريط اللي فوق ده من قايمة هوم، مثلا لاين، أنا كده ضغطت على كلمة لاين، هو كده بيقول لي على السهم هنا مكتوب اهو specify first point، يعني بيقول لي اضغط او حدد النقطة الأولى اللي هيتمسك منها اللاين اللي انت هترسمه ده كده جنب الماوس. وطبعا الرقمين المكتوبين في مربع باين أزرق ومربع اللي جنبه الموجود رمادي ده بيقول لي ده الإحداثيات بتاعته، يعني الإحداثيات في محور X كذا وفي محور Y كذا. طيب هنا تحت في شريط المهام اللي تحت ده أو الكوماند بار بيقول لي لاين سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني بيقول لي انت هترسم لاين، الامر اللي انت اخدته لاين، حدد النقطه الاولى بتاعت ايه الخط. فانا هحدد طبعا لو هرسم باحداثيات هكتب له هنا مثلا النقطه مثلا 0 0 1 1 وهكذا، فاحنا غالبا بنرسم بدون احداثيات، فبس بقى لازم احدد النقطه الاولى وليكن هنا، ضغطت ضغطه واحده شمال فهلاقي الخط اتسحب بس ما اتقفلش، لان انا ما حددتلوش للاتجاه ولا المقدار، يعني لازم احدد له ان الخط ده مثلا 100 في اتجاه اليمين او في اتجاه الشمال او لاعلى او لاسفل او بزاويه. فانا مثلا هخليه كده تمام، هكتب له ايه 100 وادوس انتر. انتر في الاوتوكاد هي مسطره، لكن مش في كل الاوامر، بس اغلبها بحوالي نسبه 99% او 98% من انتر الاوتوكاد هو مسطره. فانا حددت البعد 100 هدوس مسطره تمام، انا كده قفلت. فين الخط؟ لسه ما اتقفلش، لازم عشان اخرج من الامر اضغط اسكيب، خروج اهو خرج، هو كده رسم لي الخط اهو اللي انا محدده ده تمام. هعمل عليه زوم بالسكرول بتاع الماوس، لو لاحظت هلاقي الخط هنا مايل مش مظبوط، يعني الخط مش هوريزونتال ولا فيرتيكال، واخد ميل. فانا عشان كنت اظبط الخط من البدايه هفعل امر اسمه اورثو تمام. قبل ما افعل الامر عايز اعمل حاجه، عايز اعرف الفرق بين التحديد يمين والتحديد شمال. لو ضغطت على الماوس كليك شمال وسحبت ناحيه الشمال هلاقي تظليل اخضر، تظليل اخضر، بينما لو سحبت ضغطت كليك يمين وسحبت ناحيه اليمين هلاقي تظليل، تظليل ازرق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان انا تظليل ازرق عشان اعمل سيلكت وهظلل تظليل ازرق لازم اغطي الجزء كله، يعني لازم التظليل الازرق يغطي كل الرسمه اللي انا عايز اعمل لها سيلكت زي كده بالظبط تمام. فهو كده عمل سيلكت لكل الرسمه. طب انا لو عايز، لو عملت كده ضغطت كليك شمال وسحبت ناحية اليمين وعلمت كده
كده عايز اعمل سيلكت الخط، مش عايز، مش راضي يتعمل. ليه؟ لان انا لازم اخليه كله يتغطى، تمام. عكس التظليل من ناحية الايه، اليمين للشمال، يعني لو ضغطت كليك شمال وسحبت ناحية كده، كده اتظلل كله، تمام. طب لو لمسته بس من الاول كده، لقيته برضه اتظلل كله. فدي الميزة، لو عايز احدد حاجة صغيرة في وسط حاجة كبيرة لازم اعملها كلها بالازرق، انما لو عايز اعمل حاجة صغيرة، حاجة كبيرة، اخدها من اليمين للشمال كده احددها كده، اتحددت كلها. ده كان فرق بسيط. نرجع لمرجعنا، انا عايز ارسم لاين، فهعمل ايه؟ الاختصار بتاع لاين المسطرة، ال مسطرة. فانا طبعا جيت كتبت ال، فطلعت لي حرف الميم في الماوس اهو، فطبعا المترجم مش هيفهم، فلازم اغير اللانجوج اخليها ايه، انجليش، تمام. اعمل ال مسطرة اللي هو انتر، بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت اهو، تمام. هعمل كده تاني، مش هتطلع مظبوطة. فهرسم لي هنا خطين مساعدين، الخط ده بيقول لي ده الافقي بتاعك، بس انا عشان اتاكد ان هو افقي 100% على زاوية 180، هاجي اعمل اللي هنا، افعل الامر ارسو واقف عليه كده اهو. من هنا بيقول لي ارسو اللي هو اف 8 الاختصار بتاعه، تمام. انا افعله من هنا، فكده ما ادانيش غير اختيارين، يا اما اتحرك هوريزونتال كده على الاتجاه الافقي، يا اما اتحرك راسي فيرتيكال فقط، تمام. فانا هقول له نتحرك في الاتجاه الافقي كام؟ 100. ادي 100 مسطره كده، قفل لي الخط. فانا كده عملت الخط ايه، 100، تمام. طبعا لو جيت حذفتهم من هنا كده همسحهم هو الاثنين ايه، ديليت. يبقى ده كده كان اول امر من الامور، من الاوامر بتاعه الاوتوكاد، امر لاين. عندي طبعا امر من هنا كده ناخدهم بولي لاين، يعني خط متعدد. عندي هنا سيركل، لو جيت ارسم سيركل اللي هي الدايره، بيقول لي اختار هترسم سيركل بالدايمتر ولا بالرادياس، فانا هعمل له هنا كده بالدايمتر. ليه اللي بالدايمتر؟ لانه كاتب لي تحت هنا اهو، اهي دايمتر. فانا هكتب هنا كام، اكتب مثلا انا عايز الدايره دي تكون 25 دايمتر، انتر، تحددت 25، تمام. طب انا لو عايز ارسمها راديوس اعمل ايه؟ يا اما اختار من هنا سيركل راديوس، واعمل من هنا كده واقول لي سبيسيفاي فيرست سنتر اوف سنتر بوينت اوف سيركل، يعني اختار نقطة السنتر. هعمل هنا واقول له ايه، يا اما 12.5، تمام، يا اما اعمل 25 على 2، انتر، تمام. عايز اتاكد، اروح جاي اعمل تشيك من دايمنشن، اجي هنا كده اختار انا هقيس ايه، هقيس قطر، يبقى هختار اللي هي ريدياس ولا ديامتر. انا ريدياس، انا رسمت دي بالريدياس، يبقى هعمل دي كده اهو سيلكت، تمام. يبقى دي الار 12.5 اهي، الريدياس 12.5، تمام. لو عايز اعمل دايمنشن للدايره الثانيه بس بالديامتر، تمام، هعمل ايه، هروح جاي من هنا برضو بس هعمل دايمتر، واروح جاي محدد الدايره دي اهو، فهو قال لي هنا الدايمتر كام، الدايمتر 50، تمام. ده دايمتر، ده السيركل. لو عايز اعمل ريكتانجل، اريا ريكتانجل اللي هو المستطيل، يا اما اضغط عليه هنا، يا اما اكتب الاختصار بتاعه ار اي سي ريكتانجل مسطره. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، يعني اختار الجنب الاول، فانا اخترت الجنب ده. بيقول لي عايز تعمل الريكتانجل بتاعك ده اريا بالمساحه بتاعته كلها، ولا هتعمله دايمنشن، يعني انت تعمله مثلا 30 في 40، ولا تحط المساحه بتاعته اللي هي 1200 على طول. فانا مثلا هقول له ايه، اريا مسطره، ايه مسطره، بيقول لي طب الاريا مساحتها كام، فانا هقول له مثلا 1200، تمام، مسطره. بيخيرني بقى، بيقول لي انت عايز 1200 دول كم في اللينث وكم في الويدث، يعني كم في العرض وكم في الطول. فانا مثلا هقول له ال مسطره اللي هي ايه، هو محدد لي على ال، فاعمل مسطره 40، يبقى على طول هو اكيد طلع لي البعد الثاني كام، 30. تعالوا نتاكد اهو، فانا لو عملت دايمنشن لينير مسطره، تمام، اهو من هنا لهنا دي 40، تمام، من هنا لفين لهنا كام، 30. يبقى المساحة كلها كام؟ المساحة كلها 1200، يبقى أنا كده ماشي مظبوط، تمام. احنا كده خلصنا أمر ريكتانجل. في أمر تاني
دي كلها اوامر من اوائم من قوائم ايه درو في الارك. الارك مثلا انا لو عندي مثلا خطين، خط زي كده من هنا لهنا ومن هنا كده، تمام، وليكن يعني عايز ارسم قوس ما بين الجزء ده، الخط ده والخط ده، هعمل ايه؟ هاجي اختار ارك، يا اما اختاره من هنا يا اما اختار مواصفاته من هنا. هو بيقول لي عايز ايه؟ عايز بالسنتر والاند، ولا عايز ستارت يعني نقطة بداية وسنتر وزاوية، ولا عايز نقطة بداية وسنتر وطول، ولا عايز نقطة بداية واند وزاوية؟ يعني بيخيرك اللي انت تعمله. يا اما تيجي عشوائي وتعمل ايه؟ مسطرة على الارك وتحدد له النقطة دي والنقطة دي، وتقفل انت القوس زي ما انت عايز من هنا كده كده. كده دي كده ايه بدون ابعاد، لان انا قافل على الجزء ده وعلى الجزء ده، فانا مخلي الزاويه ممسيه، الدايره ممسيه لايه؟ للمساحه اللي عندي دي. طبعا عايز امسح الجزء ده، لو ظللتها هتعمل هتمسح الجزء كله، فانا هعمل ايه؟ هختار الامر تريم، تريم تي ار انتر انتر تي ار انتر انتر، بيقول لي سيلكت اوبجكت تو تريم اهو. لو وقفت عليه بس كده هيقول لي ايه ده التشيك بتاعك، لو عملته هيبقى يتمسح كده، فانا لو عايزه هضغط عليه فعلا، يا اما اضغط عليه يا اما اعمل سيلكت كده اهو، تمام اهو كده اتمسح. تمام، هو لسه محدد عندي، لسه محدد عني الترم، فممكن امسح ده كمان. وايه تاني؟ لو طلعت فوق هنا في حاجه تمسح هنا، هنا متهيألي قافل على الجزء كله. تمام تمام مسطره كده، انا خرجت من الامر. احنا كده خدنا امر تريم، عندنا امر بريك. امر بريك اللي هو من اسمه بريك يعني هعمل كسر او ايه او تجزئه، فانا عملت بي ار، بي ار اللي اختصار بريك انتر. تمام، بيقول لي سيلكت اوبجكت يعني سيلكت اللي انت عايز تعمل عليه ايه بريك، فانا اخترت الجزء ده. بيقول لي منين؟ هقول له من هنا لحد فين معايا الخط رايح جاي، فانا مثلا هقول له لحد هنا، او احدد له نقطه من هنا مثلا لهنا كام، هقول له مثلا 20 انتر، هو قطع قيمه ال 20 دي. مثلا لو عندي حيط مثلا وعايز افتح منها مثلا باب او شباك او هكذا او اي امتداد عايز اعمل منه بريك يعني اقطع جزء منه، فانا هعمله كده. تمام، لو عايز اعمل ستريتش يعني امد الخط، همد الخط اعمل ده كده واعمل ده كده، اشده من هنا لهنا. عندنا اوامر التعديل كتير، عندي مثلا عندي امر موف، امر موديفاي، موديفاي عندي فيها موف وعندي فيها كوبي. يعني مثلا لو عايز امسح مثلا الجزء ده دايمنشن، عايز مثلا انقل الدايره دي هعمل لها كوبي سي او، اختصارها سي او انتر. يقول لي هتشيلها منين؟ فانا قلت احسن حاجه اشيلها من النص من مركزها. هل بتتحرك في الجنب اليمين والجنب الشمال بس او فوق او تحت؟ يعني ما بتتحركش بالزاويه. ليه؟ لان انا مفعل امر ارثو، هاجي اقفله وبعدين اتحرك تلقائي كده ايه حركه حره في اي ايه في اي اتجاه. دلوقتي انا عايز انقلها، فلو جيت نقلت كوبي عملت سي او مسطره وحددت الشكل وشلته من السنتر اللي انا عايزه وسبت كده، هلاقيت نقل، بس انا لسه معايا تاني ممكن احط عدد لا نهائي من تكراره. فانا لو عايز اخرج ادوس اسكيب، لو عايز اشيل الامر واحطه في مكان تاني يعني كده 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 كده، تمام مفيش اي مشاكل. المشكله بقى لو انا عايز انقله من مكانه وامسح الاصل، يعني لو عملت ده كده كوبي وامسح الاصل يبقى انا كده بعمل له نسخه، انما انا عايز انقله نقل يعني ايه تحريك موف ام مسطره موف. بيقول لي هتنقله منين؟ هقول له من السنتر برضه. طب اشوف بقى هو كده ايه بيتنقل كله معايا، هحطه مثلا هنا اهو، هو يبقى كده اتنقل من معايا خالص. تمام، يبقى ده كده فرق بين موف وبين كوبي. في عندي لو عملت كده مثلا خط كده، تمام، وليكن مثلا مثلث بالشكل ده، عايز اعمل له روتيت، روتيت يعني دوران، هعمل له تدوير، فانا اعمل له ار او روتيت مسطره. بيقول لي سيلكت اوبجكت، فانا هختار الاوبجكت ده كله وادوس مسطره. بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت من هنا اهو، البيس بوينت يعني القاعده او الشكل، هتشيل الشكل منين او هتدوره حوالين ايه. عايز اعمل له روتيت يعني تدوير، هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل ار او مسطره،
سيلكت اوبجكت اهو مسطره، بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، هتلفه حوالين انهي نقطه؟ فانا هلفه مثلا حوالين النقطه دي اهو، بيتحرك معايا اهو، بلفه اهو. فانا عايز مثلا اوقفه على الاتجاه ده، تمام اهو، وليكن كده مثلا تمام. دي كده ايه، ده كده امر روتيت. في عندي امر تاني اسمه ميرور. ميرور يعني من اسمه، اسمه مراية. فانا لو عايز اعمل حاجة اعمل زيها في جنب مقابل ليها، هعمل امر ميرور. وليكن الشكل ده انا عايز اعمل له ميرور، هعمل ايه؟ ميرور ام اي. ام اي طبعا اول حرف ايه، اول حاجة ظهرت ميرور مسطرة. بيقول لي سيلكت اوبجكت اهو، من هنا لهنا ده الاوبجكت. بيقول لي select first point of mirror line، يعني انت هتخليه انهي اللي يلف. لو ضغطته من هنا هخليه يلف على الجنب اليمين، لو مسكته من الجنب ده خليه يلف على الجنب الشمال. فانا فعلا عايز اخليه يلف على الجنب الشمال، فهعمل له ايه؟ هعمل له حوالين النقطة دي كده تمام، واروح دايس كده مسطرة او كده لف. طب نفترض ان انا ما كنتش عايز اخلي لازق في بعضه كده، كنت هعمل ايه؟ نيجي مثلا ناخد كده تمام، انا عايز اعمل له ميرور الناحيه التانية بس ما يلزقش فيه، يكون في بينهم مسافه. طب انا عايز اعرف المسافه دي كام، فانا عشان اعرف المسافه دي يا اما احددها بالظبط برقم، يا اما اعملها مسافه متقاربه. فلو اعملها مسافه متقاربه مثلا هعمل ايه؟ المسطره اللي هو لاين، وادي المحور بتاعي اهو تمام تمام تمام. اعمل ايه؟ ام اي مسطره سيلكت اوبجكت اهو مسطره، بقول سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور، في ميرور لاين تمام. فانا هعمل له النقطه دي، انا هلفه منين؟ من على النقطه دي تمام. فراح اعمل لي على طول في الجنب التاني كده اهو، هروح قايل له ايه؟ مسطره تمام. فبيقول لي لازم تحدد النقطه التانيه، فالنقطه التانيه بالنسبه لي فين؟ ايه يعني اثبته بس كده تمام. ريسورس اوبجكت يعني هتمسح الاساسي ولا هتسيبه؟ فانا بقول له لا، يبقى ان مسطره، ان مسطره. فعمل لي ايه؟ الاثنين. طب المسافه دي قد المسافه دي؟ ايوه، لان انا عملتها، فعملتها زي محور ما بين الايه، بين الاثنين. يبقى ده كده امر ايه؟ امر ميرور. عندي تاني امر اسمه هاتش. قبل ما اخد الامر هاتش، عندي امر اسمه فيلت وفي امر اسمه تشينفر، بس طبعا ايه الاشهرهم الفيلت. انا الفيلت ده يعني هعمل له تقويسه من هنا لهنا كده، فهاجي اعمل فيلت اف اي، اف اي تمام. اول واحده بيقول لي فلتر، تاني واحده ايه؟ يبقى اف اي ال، اف اي ال فيلت تمام، اف اي ال مسطره. فامر فيلت اف اي ال، امر فيلت اف اي ال مسطره. بيقول لي سيلكت فيرست اوبجكت، ادي فيرست اوبجكت. بيقول لي بالريد هتعمل ريديوس ولا كورنر؟ فانا هقول له هعمل ريديوس ار مسطره. طب الريديوس كام؟ هقول له مثلا 15 تمام مسطره. بيقول لي السكند اوبجكت يعني السكند كورنر فين التاني اهو، فهلاقيه تلقائي عامل لي الشكل اهو. دي كده امر ايه؟ امر فيلت تمام. طب لو عندي فيلت بين خطين مش زاويه، يعني خطين عايز اقفلهم بفيلت، وليكن زي كده، ادي لاين تمام، وعندي لاين تاني من هنا مثلا اهو تمام. انا عايز اقفل دول بفيلت، وانا معرفش الراديوس ده كام، انا معرفش البعد ده كام وعايز اقفله. هعمل ايه؟ اف اي ال ماستر، بيقول لي سيلكت فيرست اوبجكت اهو تمام. راديوس ولا كورنر؟ طبعا ما عنديش راديوس، فانا هختار الكورنر الناحيه التانيه كده على طول، لان انا ما عنديش راديوس. فاعمل كده ماستر، خلاص خلص الايه، خلص الامر. يبقى ده كان امر فيلت، امر سهل وبسيط ومهم في معظم الرسومات. طيب عندنا ايه تاني؟ هنخش في الطبقات، بس قبل ما نخش في الطبقات عايز اعمل حاجه، عايز اعرف ان دلوقتي انا شايف في الرسمه قدامي مثلا الجهاز علق او او او، وشايف في الرسمه دي بس، او انا ارسم حته كبيره قوي وحته صغيره قوي وانا مش عارف كل اللي في الشاشه فين، لان ممكن يكون في حاجه مرسومه هنا ومستخبيه، حاجه هنا حاجه هنا. فانا هعمل ايه؟ بعمل امر
زد مسطرة اي مسطرة بيجيب لي كل اللي مرسوم في الشاشة، كل مرسوم في لوحة الاوتوكاد عندي بيجيبها لي في الايه، في بعد الشاشة الكامل. زد انتر اي انتر، او زد مسطرة اي مسطرة. تمام. امر تاني، في امر اسمه سكيل. سكيل اللي هو اللي يعتبر المقاس او الحجم، فلو دوسنا سكيل اس سي مسطرة بيقول لي سيلكت اوبجكت، فانا مثلا اختار الاوبجكت ده مسطرة، يقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، عايز تكبره او تصغره منين. انا مثلا الدايرة بحب اكبرها من نصها من هنا، فلقيتها طبعا ايه، لو هتمشي بالماوس كده بس من غير ما اضغط اي حاجة شمال ويمين فوق وتحت، هلاقيه بيكبر ويصغر. وقت ما هضغط كليك بالماوس في اي مكان هيثبت عندها. فانا مثلا عايز اكبر بكبر كده، عايز اصغر بقرب من السنتر كده، اعمل زوم وقرب، اعمل زوم وقرب كده 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 لحد ما تيجي كده، واروح ثابت. تمام. الدايره اللي كانت قريبه من دي شوف بقت عامله ازاي. فده كان امر سكيل بعملها في الكتابه، وبعملها في الابعاد، وبعملها في الدايمنشن، في حاجات كتير قوي. تمام. احنا كده خلصنا الاوامر المعتبره اللي هي تعتبر الشائعه الاستخدام لكل المهندسين اللي بيستخدموا الاوتوكاد. هنستخدم بقى الحاجات المهمه لجزء مهندس ميكانيكا، وخصوصا الجزء الام اي بي او الفاير فايتنج. هنعمل حاجه اسمها الطبقات. الطبقات اللي هي اللايرز، اللي انا اخلي كل حاجه على طبقه. لو جينا طبعا حددنا الجزء ده كده كله وقلنا له ديليت، تمام، انا كده عندي الطبقه كده ايه فاضيه. لو جيت من هنا كده مش هلاقي عندي غير الديفولت لايرز اللي هي طبقه الزيرو، ودي طبعا ما ينفعش ارسم عليها لانها بتبقى موجوده في البرنامج كديفولت او اساسا موجوده، ما ينفعش نرسم عليها. وان رسمت عليها مش هتقول لي لا، بس مش هينفع اعمل عليها ابلكيشن باوامر صعبه بعد كده، زي مثلا امر ديفايد. لو جيت عملت لير بروبرتيز من هنا كده اللي هي خصائص الطبقات، هعمل اضافه من هنا نيو، بيقول لي سمي عايز اسمها ايه، فانا هسميها مثلا لاين. تمام. انتر. انا كده سميتها لاين. عايز نوعه ايه الخط ده، لونه ايه، انا هخليه مثلا اخضر من هنا. تمام. بيقول له عايزه نوعه ايه، كونتينيوس ولا داش ولا سنتر ولا دوتد منقط، يعني نوع الخط اللي انت عايزه. فانا طبعا بقول له ايه اللي هو الخط الكونتينيوس العادي اللي هو زي ما هو كده. تمام. بيقول لي عايز السيكنس بتاعه من هنا كده، الديفولت سيكنس بتاعه كام، لو عايز اتخنه شويه اعمله كده، فهو طبعا هو الديفولت بتاعه برضو ايه اللي احنا شغالين عليه، لو عايز اكبره شويه خليه من هنا كده. تمام. فانا الديفولت. يبقى دي كده الحاجات اللي انا بعمل فيها ايه، اللي بغير بيها الاوامر بتاعه اللايرز. تمام. انا كده عملت طبقه خاصه باللاين اسمها لاين، لونها جرين، نوع الخط كونتينوس، نوع السيكنس اللي هي الديفولت سيكنس بتاعها. تمام. عايز اعمل واحده ثانيه اسمها مثلا سيركل. تمام. انتر. نوعها طبعا كونتينوس، عايز اعمل لها ايه، عايز اعمل لها لون احمر وليكن احمر. تمام. ونوع الخط كونتينوس طبعا، والسيكنس ايه واحد. هعمل واحده كمان واسميها مثلا سنتر لاين. تمام. انتر. بيقول له نوعه، لونه هخليه اصفر. طيب نوعه هخليه سنتر لاين. سنتر لاين يبقى هغير من هنا، اجيبه ايه، اجيبه سنتر بدل كونتينوس دي، اخليه ايه سنتر. تمام. تمام. والسكن زي ما هو طبعا. واقفل البروبرتيز دي.
قفلت البروبرتيز عايز ارسم بقى، فانا هعمل ايه؟ هعمل لاين اللي مسطره. لو جيت رسمت هلاقيه بخط بالخط العادي اللي هو الديفولت لايرز البيضه. طب ليه ما نعمل بقى اقف على الطبقه بقى؟ انا هرسم لاين، يبقى اقف على طبقه اللاين الخط وارسم اللي مسطره لاين. ادي اللاين مرسوم بالخط اهو، كل ده مرسوم بالطبقه بتاعه الخط اللاين. تمام. عندي ايه تاني؟ عندي عايز اعمل مثلا سيركل اللي هي دايره، هعمل سي مسطره. بس قبل انا عايز مش عايز ارسمها على الخط ده، فانا هغير اللير بتاعتها. انا عندي لير للسيركل اهي، فانا هعمل بقول سبيسيفاي ايه سنتر بوينت، فانا هعمل من هنا اهو ادي السيركل. تمام، مش اي مشاكل. عايز اعمل سنتر لاين اهو، هضغط على سنتر لاين واجي هنا اعمل ال مسطره من هنا كده مثلا عشان امشي مع السنتر لاين. تمام، واروح اعمل كده. تمام. طيب لو قربت هنا كده هلاقي السنتر لاين عندي هنا خط ايه سنتر لاين فعلا. تمام، وعندي ده اللاين. طب لو جيت كده وقفت على اللاين لقيته على طول حدد لي هنا ايه ان ده مرسوم على طبقة اللاين. طب لو عملت اسكيب ورجعت هنا على السنتر وقفت لقيته بيقول لي ده مرسوم على طبقة اسمها سنتر لاين ولونها اصفر، ولو دخلت على البروبرتيز لايرز هعرف خصائص الايه الطبقة دي ايه. طب ايه التالت اللي هي السيركل؟ لو حددتها تتقلي على طبقة الدايرة ولونها احمر وخصائصها ما هتعرفها من البروبرتيز لاير. طيب الحاجات دي هتفيدني انا كمهندس ميكانيكا في ايه او كأي مهندس يعني، بس خصوصا احنا بنتكلم بقى شغلنا اللي هو الايه الام بي عموما، عشان نسهل على بعض الشغل. انا كمهندس ميكانيكي هشتغل فاير فايتنج لازم اكون عارف حاجة اسمها اللايرز. فانا لما اجي ارسم هعمل بروبرتيز لاير او لاير بروبرتيز، طبعا هحذف دول. تمام، هبتدي اعمل لايرز جديدة. اول واحد اسميه سبرينكلر. تمام، هخلي لونه احمر. تمام، وطبعا نوع الخط هخليه ايه كونتينيوس. تمام، تاني حاجة هعمل مثلا البايبس اللي هي البايب لاين. تمام، هخليه احمر برضو ونفس النوع كونتينيوس ايه لاين. هعمل واحد تاني اسميه الكفرج اريا، انتر. هخلي نوعه لونه اخضر وليكن، ونوعه كونتينيوس. تمام، هعمل واحد كمان اسميه الدايمنشن، اختصارها دي اي ام. تمام، وهخليه مثلا باللون البنفسج او اللبني ده. تمام اهو، ممكن اعمل حاجات تانية وممكن كفاية كده. فكفاية كده لما نيجي نرسم، وليكن هرسم رسمة رشاش. فانا الرشاش عبارة عندي عن ايه؟ عبارة عن دايرة، فهذه طبعا بالنسبة للاوتوكاد دايرة بيغطيها مساحة مربعة او مدورة. فانا لو جيت رسمت سيركل، لو جيت الاول رسمت مربع يبقى ريكتانجل ار اي سي مستطيل، واللي فيرست كورنر اهو هترسمه اريا ولا. انا جيت هنا لاحظت ايه؟ هو بيرسم لي عندي هنا لسه بالسنتر لاين بالطاقة، يبقى انا كنت واقف على السنتر لاين الطاقة بتاعتها. فانا طبعا هحذف كده واغير وارسم كفرج اريا. تمام، انا هاجي اول حاجة اغير اللاير الطبقة اللي انا واقف عليها خليها كفرج اريا. طالما هرسم ايه، فانا وقفت على الكفرج اريا وهرسم ريكتانجل اللي هو المستطيل. ادي مستطيل بيقول لي هتعمله بالمساحة ولا بال، طبعا هحدد الاول المساحة بتاعته. يبقى انا هقف هحدد الاول الكورنر اهو، ادي الكورنر. تمام، قبل ما اضغط بيقول لي اريا ولا دايمنشن، هقول له اريا. ايه مسطرة؟ ابعاده مساحته الاول هقول له مساحته مثلا 12 متر. تمام، مسطرة
بيقول لي عايزه باللينس والويتس. طبعا اللينس كام؟ اللينس عندي مسطره 4، مسطره يعني اللينس عندي 4، يبقى الويتس اكيد 3، لان 3 في 4 ب 12. لو جيت اتاكد من المساحه هنا واقيس، هلاقي ان ده هنا كده كام؟ 4. ولا وده كام اللي هو الويتس؟ واكيد 3، بس احنا بنتاكد اهو، فهو فعلا 3. يبقى احنا كده طبعا ايه، ماشيين مظبوط. انا كده عملت الكفرج اريا اللي مثلا بتغطي الرشاش. طب انا عايز ارسم الرشاش نفسه. الرشاش نفسه بترسم ازاي؟ بترسم دايره، فهعمل سي مسطره اللي هي سيركل، تمام. بس هغير اللير اللي عندي، هقف على السبرينكلر، تمام اهو، وهعمل دايره من اي مكان صغيره تتناسب مع حجم المربع او المستطيل اللي انا رسمته، وليكن مثلا كده اهو. كويس كده، تمام. يبقى دي كده المساحه، دي المساحه اللي بيغطيها الرشاش كمربع، ودي فتحه الرشاش نفسها. احنا عايزين ننقل ده هنا، طبعا هعمل له سيلكت كده وموف ام مسطره كده على طول هنا كده، تمام. بس هل كده هو في منتصف المسافه بالظبط؟ يعني من هنا في نص مسافه من هنا لهنا، او من هنا لهنا؟ انا ممكن اظبطها كده، اعمل ده موف ام مسطره، ومنين؟ من السنتر هنا، واجي احدد هنا كده، احدد فين، هقفل قرصه واحدد منتصف المضلع اللي عندي اللي هو المستطيل، زي ما احنا شايفين كده المثلث ده، وكاتب جنبه ميد بوينت، يعني ده نص المسافه ما بين الكورنر والكورنر. لو فضلت نازل عليه كده، شايف الخط متصل معايا اللي هو ده، لحد ما نيجي عند السنتر لاين المفروض، ويبين لي علامه تانية اللي هو فين. ادي ده كده الناحيه دي. طب تعال نشوف الناحيه دي فين الميد بوينت، فين؟ اهي الميد بوينت اهي. لو جيت عملت كده مع الميد بوينت اللي هنا اللي هي دي، يبقى ده خط مع الميد مع الميد، اكيد ده السنتر. يبقى بتاع ده كده الدايرة دي اكيد في السنتر لاين، في السنتر بتاعت الشكل ده، تمام. احنا ممكن نتأكد ازاي؟ لو جينا عملنا دايمنشن من هنا من السنتر الدايرة لحد كورنر، المفروض يطلع 2. كام؟ 2. يبقى احنا كده شغالين صح، تمام. طب هل في طريقة اسهل؟ لان ممكن معرفش اظبط الاحداثيات دي. طبعا 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 في طريقة اسهل، اللي هي ايه بقى؟ لو خلينا الجزء ده بره خالص، ادي الموف اللي هي الدايرة بره خالص اهي، تمام. انا عايز احطها في نص الشكل ده بالظبط، هعمل ايه؟ هعمل موف ام مسطرة، هضغط على حرف الشيفت او زرار الشيفت مع كليك يمين، تمام. بس قبله ان انا احدد بالبيس بوينت اللي هرفع منها الشكل. فانا طالما عايز سنتر مع سنتر، يبقى هرفع من السنتر الشكل كده، بيتحدد معايا اهو، تمام. هقفل قرصه، تمام. المفروض اخد احطه في النص، فانا مش عارف النص فين بالظبط، فانا هعمل رايت كليك مع شيفت، شيفت زائد رايت كليك، يعني شيفت كليك يمين اهو، بيقول لي ايه هنا اختيارات كتيره قوي، ميد بتوين تو بوينتس، هعمل ميد بتوين تو بوينتس، تمام. يعني منتصف نقطتين، فين النقطتين؟ انا هقول له مثلا النقطه دي والنقطه دي، فراح على طول حط لي الدايره في النص وفهمني. فده بقى اسهل من ان انا اقعد اشيل واحط الميد بوينت بتاعت الضلع ده والميد بوينت بتاعت الضلع ده، وممكن يحصل معايا لخبطه، خصوصا ان انا لو مش مفعل الاوبجكت سناب بتاعت البرنامج. طبعا امر كويس بتاعت الايه، بتاع الميد بتوين تو بوينت، تمام. في حاجه اسمها البلوك، في حاجه اسمها البلوك. البلوك ده اللي هو يعني جزء بيتحرك وحده، جزء متماسك بيتحرك مع بعضه. يعني لو جيت انا ضغطت مثلا على المربع ده، هلاقي ان ضغطت على كورنر واحد، لكنه اتظلل كل مربع. ليه؟ لان هو متماسك مع انه مكون من 4 اضلاع، تمام. طب انا عايز افكه مثلا، هعمل ايه؟ هقف عليه واعمل اكسبلود، تفجير للبلوك اللي هو المربع ده. ادي اكسبلود اكس مسطره، هقف على اي ضلع اهو، لقيته ما حددش كل الايه المربع، يبقى ده فعلا كده انا كسرت البلوك. تعالوا نرجع الخطوة دي ونشوف. ده كده مستطيل، هو نفسه مستطيل بس زي بلوك. ليه بلوك؟ لأن هو متماسك مع بعضه. طب أنا عايز أخلي الدايرة بتاعته دي اللي في النص دي متماسكة معاه،
متماسكة معاه، يعني كأنها جزء منه، لو اتمسحت يتمسح معاها، لو ضفت عليه يتضاف عليه، مع بعض يتحرك كجزء واحد. هعمل ايه؟ الامر بلوك بي مسطرة، بيقول لي اسم البلوك، اسميه مثلا سبرينكلر اس بي ار، انتر، سيلكت اوبجكت، اروح اعمل الشكل ده كده كله كده، تمام، انتر. بيقول لي البيك بوينت، فين البيك بوينت بتاعتك اللي انت عايز تخليها ريفرنس او تمسك الشكل منها؟ فانا اقول له السنتر ده، تمام. بيقول لي عايز تغير اي حاجه، الاسم ولا نقطه الرجوع ولا اي حاجه؟ اقول له تمام، اوكي، تمام. لو جيت وقفت على الدايره، على الدايره هنا كده، هلاقيه حدد لي معاها المستطيل. ده معناه ايه؟ معناه ان المستطيل اصبح جزء متماسك بالدايره، والعكس صحيح، يعني الدايره جزء متماسك مع المستطيل. يعني لو جيت حركت كده، عملت موف، هحرك الكل. لو جيت مسحت، همسح الكل، تمام. وظيفته ايه البلوك ده بقى؟ البلوك ده بيفيدني في تقسيم، في تقسيم وانتشار الرشاشات على مستوى الافرع والتصميم. هنعرفه ان شاء الله في المحاضرات بتاعت الفاير، تمام. هناخد امر مهم جدا اسمه امر ديفايد. احنا كده بنبتدي نشطب الاوامر اللي عندنا، بس ان شاء الله هنطبق اكتر على في الفاير. هناخد امر ديفايد. يعني ايه ديفايد؟ قبل ما نقفل موضوع اللايرز هنعرف حاجه. انا دلوقتي عندي، انا ليه عملت ريكتانجل اريا، يعني المساحه اللي يغطيها الرشاش كمربع؟ عشان لو عايز ارسم بعد كده المساحه دي ما تخنقنيش، بس هنقول عليها دلوقتي. يعني مثلا نيجي ناخد مثال، لو عندي مساحة بالشكل ده، عندي مثلا كده، نعمل فعل أمر أرسو، عندي هنا مثلا كده 24 مسطرة، وعندي هنا مثلا 9، تمام، وهنا كده 24، تمام، وهعمل هنا كده فوق. في حاجة هنا، في حاجة هنا لازم نعرفها، إن أنا عملت 3 أضلاع والضلع الرابع رايح أقفله، ممكن ما أقفلوش، وهو الخط مشدود كده، أعمل سي مسطرة، يعني كلوز سي مسطرة، هلاقيه قفل شكل واحد، تمام، معلومة حلوة. أنا عندي المساحة دي لو عملنا لها دايمنشن من هنا كده، لو جينا هنا عملنا دايمنشن كده، وقفت هنا كده، تمام، هلاقيها 24. طيب والتانية، انا عايز اعمل دايمنشن برضو للضلع التاني، لسه هطلع فوق واعمل دايمنشن من هنا واختار، لا ممكن ادوس مسطره بيجيب اخر امر انا عملته وتنفذه تاني، يعني ادوس مسطره يقول لي دايمنشن، تمام، من هنا لهنا كام؟ 9. يبقى انا عندي المساحه دي 24 في 9، عايز اصمم لها الرشاشات. اصمم ازاي؟ احنا طبعا على حسب ما احنا درسنا في الفاير، ان بيقول ان تصميم الرشاشات بقسم البعد الكبير على 4 والبعد الصغير على 3، تمام. فانا لو عملت كده، خدت البايب لاينز وجيت قسمت 24 على 4 هتطلع لي 6، تمام، و9 على 3 هتطلع 3. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا زي ما درسنا، انا هعمل هنا دلوقتي ايه، هعمل لاين، تمام، من هنا لهنا، طبعا الخط ده طوله موازي لدايب 24، والخط ده موازي للضلع الرأسي، يعني طوله 9 متر برضو. طب انا هعمل ايه؟ هاخد هنا، هنستعمل هنا او نستخدم امر اسمه ديفايد، امر التقسيم، عشان كده عملنا له البلوك. امر التقسيم اسمه ديفايد، واختصاره دي اي في، انتر او مسطرة. دي اي في بيقول لي سيلكت اوبجكت تو ديفايد، يعني اختار اللي انت عايز تعمل له تقسيم. بيقول لي enter the number of segments or block، يعني انت هتقسمه كنقط ولا هتحط عليه بلوكات على طول؟ فانا هقول له انا هحط عليه بلوكات على طول، اللي هو بي ماستر، يبقى انا هحط بلوك. بيقول لي طب حط اسم البلوك اللي انت عايز تعمل له ادراج. فاكرين لما عملنا السبرينكلر وسميناه اس بي ار، اللي هو كان بلوك، اللي هو البلوك ده، اللي هو البلوك ده، فانا هعمل ايه؟ هقول له اوكي، تمام، انا هكتب لك اسم البلوك اللي هو اس بي ار، تمام. ما ادوس مسطره، ادوس انتر، عشان ممكن اكون بكتب اسم وعملت فيه سبيس، تمام، اس بي انتر. بيقول لي
فعلا عايز تنزل البلوك ده، هقول له يس انتر. بيقول لي طب عايز تقسم الشكل ده لكام؟ فانا هقول له على حسب التصميم في الفاير فايتنج هقسم الشكل ده على، احنا قلنا الشكل كام، 24 على 4 فاز 6، يبقى انا عايزهم 6 مسافات متساويه، بس عشان احافظ على المسافه بين الرشاشه وبين الحيط هعمله يبقى 12 مسافه. انتر. هلاقيه وزع لي فعلا الرشاشات مسافات متساويه على الخط، وكمان كلها زي بعضها. فانا هعمل ايه؟ الشكل ده مضايقني وداخل الخطوط اخضر في احمر في بعضها، فانا من هنا اقدر استخدم ميزه اللمبه الازهار والاخفاء، يعني انا اطفي اللاير او اخفيه، تمام. فانا كده هعمل له هيدن اللي هو ايه، الجزء الاخضر بتاع المساحه الخضراء. هعمل ايه بقى هنا؟ طبعا زي ما خدنا الفير، احذف واحد واخلي واحد، احذف واحد واخلي واحد. طب انا لو دوست على ده كده بالغلط وانا المفروض ما احذفوش، هعمل شيفت واضغط عليه تاني سيلكت اهو، اعمل دي سيلكت، تمام اهو 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 تمام. هعمل ديليت، احذف واحد واخلي واحد، احذف واحد واخلي واحد. طب انا لو جيت حددت ده كده بالغلط وعايز احذفه هعمل ايه؟ هعمل شيفت سيلكت اهو كده، كده رجعت في السيلكت بتاعته، احدد ده واحدد ده وكذلك هحدد ده، تمام، وهعمل ديليت. يبقى انا كده عملت اللي في الاتجاه ده، هعمل في الاتجاه التاني وبنفس الطريقة بأمر ديفايد. يبقى هعمل دي اي في، دي اي في مسطرة بلوك بي مسطرة، هو الاول بيقول لي سيلكت اوبجكت اهو، تمام، ادي الاوبجكت مسطرة اهو بي مسطرة اسمه اس بي ار، انتر. نمبر اوف بلوك احنا قلنا هنا 9 على 3 فيها 3 هنضربهم في 2 يبقى 6، يبقى هعمل 6 مسطرة واي انتر نمبر يبقى ايه 6 انتر، تمام. قسم لي الشكل ده 6 بالظبط اهو، هعمل ايه؟ هحذف واحد اخلي واحد واحذف اللي بعده، اخلي واحد واحذف اللي بعده اللي هو ده، تمام اهو كده هنحذفنا دول. طب انا هخلي دول ولا دول؟ يخلي دول يا اخلي دول. فانا هاخد واحد واقرب، فانا لو هاخد الكبير ده واكرره على الصغير عشان ما اقعدش اكرر 5 مرات ولا 6 مرات، هعمل ايه عشان ما اتعبش كتير؟ اجي هنا ده اعمل له طبعا ستريتش لحد هنا، تمام، وده من الناحية التانية برضو من هنا كده، تمام كده، عشان لما اكرر ما اقعدش ايه اعملهم كلهم مرة واحدة. طب هكرر ايه على ايه؟ انا هاخد ده واكرره على النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، يعني هاجي من هنا كده واعمل له كوبي سي او مسطرة من هنا كده، ضروري اوي النقطة دي من هنا لفين؟ واحد هنا، اتنين هنا، تلاتة هنا، تلاتة، تمام. بعدين اعمل ايه؟ بعدين امسح الخط اللي انا كنت عامله استرشاد ليا اللي هو ايه؟ طبعا احنا عملنا طبعا حاجة يعني مخدتش بالي منها، بس طبعا مش هحذفها عشان الكل يشوف. انا فعلا كررت الخط، بس كررت الخط انهي؟ كررت الخط البايبس، ما كررتش معاها الرشاشات لان انا ما عملتلهاش سيلكت. فاحنا هنعمل تراجع، تمام. اخر حاجه عملتها هنا ايه؟ ان انا عملت ستريتش لللاين. فانا هعمل هنا ايه؟ هعمل ده، اعمل سيلكت كده، تمام كده ليهم كلهم، وبعدين هبتدي اكررهم على اللاين. هعمل ايه؟ كوبي سي او مسطرة، ومن هنا زي ما احنا قلنا من هنا اهو لهنا اهو لهنا اهو، تمام، لهنا اهو، سنتر بالظبط، تمام. هعمل ايه بقى بعدين؟ احذف الخط اللي انا كنت عامله جايد لي ده، وطبعا الرشاش ده مش مكانه، وطبعا الرشاش ده برضو مش مكانه، وكذلك الرشاش اللي تحت ده مش مكانه، واعمل له ديليت. يبقى انا كده قسمت واحذف ده لان ده كان لاين كان جايد،
تمام. ديليت. انا كده قسمت المسافة ووزعت عليها الرشاشات، وليكن ان انا مثلا هاخد هنا برانش، هاخد هنا مين كروس من هنا كده، تمام، بره هنا مثلا كده، تمام. وهبتدي اعمل سايز للجزء ده. طبعا احنا مش هنعمل سايز ولا حاجه، لان ده كان جزء بتاع الفاير، فاحنا مش هندرسه بالتفصيل هنا، لان دي محاضره اوتوكاد. فلو هعمل مثلا سايز، هكتب ازاي السايز على المواسير؟ اول حاجه هعمل تكست، تمام، وليكن مثلا هنا هعمل تكست تي اي، هيقول لي التكست، اقول له مسطره، يقول لي حدد النقطه اللي انت هتبدا منها، هقول له هنا، تمام اهي، بيقول لي اكتب، هقول له مثلا 1 انش، تمام. العلامه دي اللي هي الدبل كوتيشن دي، اللي هي تقريبا حرف الط جنب الايه، جنب الانتر على الكيبورد، تمام. وهقول له انتر، انتر هياخد مسافه، فانا هعمل ايه، هعمل بالماوس كده بره، تمام، حدد لي مكان تاني، انا انتهيت. فعلى طول راح هو قلب لي الحاجه دي، فانا ممكن اعمل لها روتيت من هنا كده ار او، تمام، يعني حاجة مش محتاجة يعني، تمام. وهعمل كمان ده اخليه على layer dimension، تمام. عايز اكرر ده على كل الموجودين هنا، على كل الموجود هنا، يا اما اخده واكرره كله، يا اما اكرر 3 3. وليكن انا عندي مثلا الرشاش يبقى 1 بوصة، فده تم. هعمل ايه، هعمل كوبي، يبقى ده برضو فعلا ده زيه 1 بوصة. طب ده 1 وربع، فانا مثلا اخلي هنا ايه 1، تمام. بس ده طبعا 3 رشاشات بيشيلهم 1 وربع بوصة، تمام. يبقى انا كده اعمل ايه، انا عايز انقل على، اعمل سايز لكل المواسير اللي عندي دي، فانا هعمل ايه، يا اما انقل الـ3 مع بعض، اعمل لهم كوبي واكررهم كده اهو سي او كده، واخدهم من النقطة مثلا من هنا، واخدهم كده كده، تمام، وكذلك كده. بس لو جيت كررت هنا كده هيطلع غلط، لان طبعا 1 وربع مختلف، هتبقى في الناحية التانية. يا اما انا عملت كده، هروح اعمل ميرور للجزء ده على الناحية التانية، وده وظيفة امر ميرور اللي احنا خدناها. يعني هعمل ايه، يعني هعمل سيلكت لده وسيلكت لده وده وده ده ده، تمام. هعمل ايه، هعمل ميرور ام اي مسطره، يقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور، عايز تعمل لهم منين. طبعا عندي المسافه دي فاصل ما بين الاثنين، فانا هعمل دي هنا اهو، تمام. بيقول لي فين، بقول له هنا، تمام. بيقول لي فين ان الاند بوينت، هقول له اهي، تمام. وليكن مثلا هنا بقول لي هتخلي القديم ولا هتمسحه، هقول له مثلا مش همسحه، يبقى نو، تمام اهو. وهو كده عامل لي هنا ايه، عامل لي هنا نفس السايز اللي هنا، تمام. بس طبعا اتحرك شويه كده، تمام تمام يبقى انا كده عرفت اعمل سايز، واختصرت الوقت بالنسبة لكل الأبعاد، بدل ما أقعد أعمل كده كده كده. طبعا دي بقى يعني مثلا هعمل دي كوبي، عشان دي عندي تبقى 1.5، هقفل الأمر قرصه وأخليها هنا كده مثلا، وهنا وكذلك هنا، تمام. وأعمل دي مثلا دي كده، أخليها 1.5 بوصة، تمام. ودي برضو 1.5، تمام. ودي كذلك 2 بوصة. دي طبعا سايز كده على السريع يعني، انا مش عارف. طبعا انا كده عايز اعمل تشيك
للنظام اللي انا عملته ده، اشوف المساحات دي بتحقق فعلا الرشاشات ولا لا. طبعا ده جزء فاير بس مش مشكلة. فانا هاجي اعمل دايمنشن من هنا كده، واجي اقيس المسافة ما بين الرشاش والرشاش. ادي المسافة ما بين نص الرشاش لحد نص الرشاش طلعت 4 متر، تمام، وليكن ان هي 4 متر. يبقى المسافة ما بين الرشاش والرشاش والحيطة المفروض تطلع كام؟ المفروض تطلع نص المسافة ما بين الرشاش والرشاش التاني، يعني 2 متر، وفعلا طلع 2 اهي، تمام. طيب حاجة تاني عايز اتأكد ان كل المساحة مغطيها المية، مفيش حاجة مش موجودة عليها، هعمل ايه؟ هاجي اظهر الكفرج اريا اللي هي الريكتانجل اريا فور سبرينكلر، هعمل لها تيرن اون، تمام. فكل المساحات اللي متغطية بالاشكال المربعات دي كلها كده مغمورة بالماء، وطبعا ده كده مور سيفتي، وكده اتعلمنا يعني كده ازاي نعمل التصميم على الاوتوكاد بالنسبة للفاير فايتنج. طبعا بالنسبة للاوتوكاد يعني بحر واسع، وكل يوم فيه جديد وفيه اختصارات كتيرة، بس احنا قلنا اللي يهمنا في البرنامج كمصممين للفاير فايتنج، وان شاء الله اي اضافات هنقولها في برنامج في ان شاء الله اي اضافات هنقولها مع شرح المحاضرة الخامسة في شرح الكورس فاير فايتنج سيستم. وفي هنا اختصارات لمعظم الاوامر اللي عايزه تطلع عليها اهي، يعني ممكن تثبت انت الشاشه عندك وتعملها، الكوس ارك الاريا اي اي الاي ال الالجن، تمام، الابلايد الريل بلوك البريك سيركل الكوب، احنا قلنا معظم الحاجات دي، واحنا قلنا طبعا الحاجات الشائعه او الاوامر الشائعه اللي اكتر الناس بيستخدموها. طبعا لا غنى عن الاي زد اللي هو الكنترول زد اللي هو التراجع، طبعا دي مش محتاجه حاجه. وعندنا طبعا امر اكس بلود اللي احنا قلناه بتاع تفجير الرسم، وان شاء الله هنقول ازاي نعمل مجموعه من اللايرز نسميها الام اي بي ونخليها على الكمبيوتر زي البلوك، ونبقى نستعيدها ان شاء الله في شرح الكورس في الفاير فايتنج ان شاء الله في المحاضره الخامسه او المحاضره اللي بعدها. اتمنى ان اكون افدتكم في المحاضره دي، واي استفسارات اتمناها في التعليقات، استناها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.